مساء الخير واهلا بيكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الدنيا مقلوبه في النادي الاهلي، وعلى فكره مقلوبه والاهلي الاول، عشان بس الناس اللي هتقعد تزايد. انا عارف ان في ناس هتزايد كتير على الكلام اللي بنقوله او اللي هنقوله، بس هو دايما كده، الانديه الكبيره كده يهزها جدا تراجع المستوى، تراجع المستوى زي الانذار كده. عارف لما تجيلك حراره فجاه تلاقي حرارتك عليت كده نص درجه، ده انذار في حاجه، التهاب بقى في جسمك، برد، اي حاجه، بس في انذار جالك بيقول لك خد بالك انت عندك مشكله جايه، فتلحق نفسك تجري تكشف تعمل تسوي قبل ما تقعد 5 ايام تستنى لما تفرقع في وشك المشكله، واللي بتتعالجه في 3 ايام تقعد فيه 3 شهور، او يعني تسيبها بدل ما تلحق نفسك تسيبها وانفجر براحتك بقى وتحمل تبعات الانفجار. فالدنيا في الاهلي مش احسن حاجة، الناس مش مبسوطة، والناس مش مبسوطة من اداء الجهاز الفني تحديدا. هيكلموا على اللعيبة كتير، يعني الكلام هيبقى اكتر على اللعيبة مش على المدير الفني، لكن هو اصل المشكلة دلوقتي في المدير الفني، ودي وجهة نظري. وانا من كام يوم لما قلت اتصدمت في شخصية كولر، قلت الكلام ده بوضوح، لان المدرب اللي يسيب الامور تتفاقم لغاية الدرجة دي، المدرب اللي بقى مش عارف يحط تشكيل اساسي يثبته بحجه التدوير، بيضحك علينا في المؤتمر الصحفي. يعني هو لما يعني مبروم على مبروم يا كولر، مبروم على مبروم ما يرولش ولا ايه؟ ما تضحكش علينا. انا متاكد ان انت بتعمل كده عشان ترضي الناس كلها. ده مش تدوير. وده مش في علوم الكوره، ولا في علوم التدريب، ولا في علوم اللياقه البدنيه، ولا في اي علوم ربنا خلقها. في علوم الكوره نهائي. فانت بتضحك علينا. انت لما الناس بتلوي بوزها في اوضه اللبس او بتكشم لك، الله اعلم، وده الواضح، فانت بتخلي كل الناس تلعب، كل الناس تتبسط يعني، على حساب الفرقه. وقلنا مره واثنين وثلاثه واربعه ان اللي بيحصل ده مش صح. وقلنا مره واثنين وثلاثه واربعه لما يبقى عندك لعيب زي شادي حسين مهاجم وتدي له فرصه ويبقى ظاهر مستوى كويس فجاه تموته. ده حتى اكرم توفيق موفاسا اللي كان مكسر الدنيا قبل الصليب ربنا يشفيه كنت مقعده. كل الناس قعدت بلا استثناء وبدون سبب الا الشناوي وعلي معلول، عشان برضو الكلام يبقى واضح، انما كله قعد. ولما تيجي تبص بقى الساده اللعيبه في النادي الاهلي اللي عاملين نفسهم اباطره دول، اللي كل واحد ما يلعبش يلو بوزه ومش عاجبه والكلام ده، انا عايز اعرف هم فين من المنتخب. يعني اذا شلنا الشناوي واكرم توفيق ربنا يشفيه ومحمد عبد المنعم شويه، مع انه في المنتخب يعني في وجود الونش وحجازي مش هو الاساسي، طب فين حضراتكم من المنتخب؟ حمدي فتحي مش اساسي في المنتخب، عمرو سليمان انضمش للمنتخب، محمد شريف مش موجود في المنتخب، قفشه نفس الكلام، احمد عبد القادر نفس الكلام. ايه يا ابني؟ يعني فرده الصدر والقلوع دي عشان ايه؟